السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة. إن شاء الله سوف نتحدث أو سوف نقوم بحل إحدى المشاكل التي يعاني منها العديد من منشئي المحتوى، خصوصا في التحديث الأخير التي قامت به اليوتيوب بخصوص ترجمة الفيديوهات الخاصة بنا إلى لغات مختلفة. فعندما تقوم برفع فيديو معين على القناة الخاص بك تجد أن الترجمة غير مؤهلة. سوف أريكم على سبيل المثال، إذا قمنا بالدخول إلى هذا الفيديو الخاص بنا سوف نجد أن هذه الترجمة غير مؤهلة، تظهر ترجمة تلقائية غير مؤهلة. هذه المشكلة كما قلت ظهرت مع العديد من الإخوة، وهناك من يتساءل عن حل هذه المشكلة. إن شاء الله في هذه الحلقة سوف أريك حلول، إن شاء الله سوف تعمل على حل مشكلتك. أنا قمت بحل مشكلة إحدى الفيديوهات الخاصة بي هذا الصباح، قمت بحل المشكلة، ولاحظوا معي هذا هو التحديث التي قمت به اليوم على القناة الخاصة بي، وشاهدوا معي هنا الترجمات التي قمت بإضافتها إلى الفيديو، وهذه بعض الترجمات الأخرى التي يمكنني أن أقوم برفعها وأقوم بتحميلها وإضافتها للقناة الخاصة بي يدويا، للفيديو الخاص بي عفوا يدويا. كما تلاحظون لدينا مجموعة من اللغات من خلال هذا الموقع الخاص بالترجمة الذي سبق وشرحته من قبل. إذن كيف سوف نعمل حل هذه المشكلة؟ فالعملية بسيطة جدا. فإذا قمت بالذهاب إلى المحتوى الخاص بالقناة الخاص بك، تختار مثلا الفيديو، مثلا على سبيل المثال سوف نختار فيديو واحد، بعد ذلك سوف نشرح هذه الطريقة، سوف نطبق هذه الطريقة على كل الفيديوهات. كما قلنا بعد الدخول إلى الفيديو نذهب مباشرة إلى النقر هنا على مزيد من الخيارات، بعد ذلك نقوم بالنزول إلى الأسفل، سوف نجد هنا اللغات والشهادات الترجمة. سوف نقوم بجعلها العربية، نبحث عن العربية بهذا الشكل، بعد ذلك نقوم بالنقر على عملية الحفظ، ثم بعد ذلك نذهب مباشرة إلى الفيديو الخاص بنا، نقر على الترجمة. كما تلاحظون الآن قد تمت إضافة الترجمة بنجاح إلى الفيديو الخاص بنا، كما تلاحظون معي هنا نقوم بالنقر على تم، بعد ذلك نذهب مباشرة إلى الترجمة من خلال الخيارات المتواجدة لدينا. لاحظوا معي هنا العربية تم النشر غير مؤهل، فنقوم بالخطوات التالية، نقوم بإضافة لغة، مثلا لغة إحدى اللغات الأخرى. أول شيء يجب عليك القيام به، مثلا أنا قمت بإضافة الترجمة، إذا أردت أن أقوم بتنزيل تنزيل الترجمة نقوم بالنقر هنا على عملية تنزيل، سوف يعطيك هنا التنسيقات الأصلية، سوف نختار الـ SRT بهذا الشكل، بعد ذلك سوف يتم تنزيل الترجمة، نقوم بفتحها بهذا الشكل عن طريق البرنامج نوتباد. هذه بالنسبة للطريقة الأولى، بعد ذلك يمكنك أن تقوم بترجمتها إلى اللغات التي تريد. نحن سوف نختصر الوقت وكذلك نختصر الشرح، نذهب مباشرة إلى نقوم بتحميل رابط الفيديو ونقوم بإضافته هنا في هذا الموقع، الرابط كما العادة سوف أضعه لكم إن شاء الله أسفل الفيديو، بعد ذلك سوف يعطيك هنا جميع اللغات. لاحظوا معي نفس الفيديو كما تلاحظون إخواني الكرام، نفس الفيديو سوف يعطينا هنا مجموعة من اللغات، أنا سوف أختار إحدى اللغات التي أريد أن أقوم بإضافتها، مثلا سوف أختار اللغة الإنجليزية، نقول على SRT، بعد ذلك سوف يبدأ في عملية التحميل. هذه هي الترجمة الخاصة كما قلنا، نختار نوتباد مرة أخرى ثم نقوم بإعادة تسميتها من جديد، نعطيها ثم نضعها على الديسكتوب لكي نقوم برفعها، بعد ذلك نذهب إلى الفيديو الخاص بنا، نقوم بعملية الإضافة ثم نختار الإنجليزية بهذا الشكل، ثم نقوم بالنقر هنا على هذا القلم، نقوم بتحميل، نعمل سيليكت، نذهب إلى الديسكتوب ثم نقول على أوبن، بعد ذلك سوف يتم رفع الترجمة معنا، نقوم بعملية النشر، ثم نأتي إلى العنوان والوصف، يجب عليك أن تقوم بترجمة العنوان والوصف إلى الوصف الخاص بالفيديو من الرابط الخاص ب كما قلنا مثلا إذا كان لديك رابط على الفيديو، ثم هنا نقوم بإضافة العنوان، نقوم بإضافة الوصف،
بهذا الشكل، وبعد ذلك نقوم بعملية النشر، وبذلك نكون قد قمنا تم نشر كما تلاحظون تم نشر أيضا العربية. كذلك يمكنك أن تقوم بإضافة لغات أخرى من خلال تحميلها من هذه الخيارات الموجودة. نحن سوف نختصر الوقت. بالنسبة إذا أردت أن تقوم مثلا بتفعيل الميزة ترجمة على جميع الفيديوهات، كل ما عليك فعله هو أن تأتي إلى هنا تقوم بالنقر على تختار جميع الفيديوهات، تختار الكل، تم اختيار كل الفيديوهات. نأتي إلى التعديل بهذا الشكل ثم نذهب مباشرة إلى لغة الفيديو. سوف نجد هنا غير منطبقة، سوف تجدها غير منطبقة. كل ما عليك فعله هو أن تبحث عن العربية، تقوم بتغيير غير منطبقة بالعربية بهذا الشكل. بعد أن يتم إضافة العربية نختار هنا التعديل الفيديوهات، ثم نختار هنا هذا الخيار، ثم نقوم بالنقر على التعديل، ثم ننتظر ريثما يتم التعديل على جميع الفيديوهات. بالنسبة إذا أردت أن تقوم بتفعيل الميزة على الفيديوهات التي سوف تقوم برفعها، مستقبلا، كل ما عليك فعله هو أن تقوم باتباع الخطوات التالية. نقوم بالنزول إلى الأسفل، سوف نجد الإعدادات، ننقر عليه بهذا الشكل. بعد ذلك نذهب إلى الإعدادات التلقائية للتحميل. بعد ذلك نذهب مباشرة إلى إعدادات المتقدمة. بعد ذلك سوف نأتي إلى هنا لغات وشهادات الترجمة، سوف نأتي نقوم بترجمتها إلى أو سوف نقوم بتغييرها إلى العربية. بهذا الشكل ثم تقوم بعملية الحفظ. الآن بعد أن قمنا بحل المشكلة نذهب الآن إلى الفيديو الذي قمنا بإضافة إليه الترجمة، هل تمت إضافة إليه الترجمة أم لا؟ فبالنسبة للفيديو هو هذا الفيديو كما تلاحظون إخواني الكرام، سوف نقوم بفتحه على الحاسوب الخاص بنا أو في صفحة جديدة ونشاهد هل تمت إضافة الترجمة أم لا. فبالنسبة للفيديو هذا هو الفيديو كما تلاحظون، هذه هي الترجمة الآن تشتغل كما تلاحظون، هاي الترجمة شغالة كما تلاحظون إخواني الكرام. فالفيديو كان من قبل ليست به الترجمة، الآن تمت إضافة الترجمة إليه. الآن يمكنك أن تختار لغة أخرى، مثلا إذا سوف نذهب نشاهد كم اللغة، مثلا اللغة الإنجليزية التي تمت إضافتها كما تلاحظون إخواني الكرام، الآن قد تمت إضافة اللغة الإنجليزية للفيديو الخاص بنا بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. فقط يمكنك أن تقوم أن تطبق الطريقة التي قمت بشرحها، وإن شاء الله سوف يتم حل معك المشكل بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو، الاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.